بدم بارد قتلوه. هكذا ارتكبت القوات السعودية جريمتها بحق الملازم إبراهيم محمد الشمساني، حيث تدور تفاصيل القصة حول جريمة قتل تحت التعذيب ضحيتها الشمساني، شاب كان يعمل في مصلحة خفر السواحل، وبحسب الأوامر تم نقله إلى منطقة جازان السعودية، إذ تلقى هناك دورة تدريبية في المجال العسكري، وبعد عودته إلى جزيرة ميون اليمنية، تم اختطافه إلى أحد السجون السعودية بجازان لتتم تصفيته هناك. الملازم إبراهيم كان يشتغل قائد كتيبة في جزيرة ميون، شاهد قارب عليه مخدرات قام بإلقاء القبض عليه، عرض عليه ملايين الريالات إلا أنه رفض. تم استدعاؤه على أساس أنه معه دورة تدريبية في السعودية، أخذنا من الجزيرة إلى السعودية على أساس الدورة. بعد شهر نتفاجأ بعدم أي اتصالات من الملازم. بعد متابعة وملحة من العقيد من العميد محمد المحمودي تم إظهار الجثة وعليه آثار التعذيب، وتم كذلك إرسال مع الجثة التقرير. التقرير ينص على أنه تم شنقه. حاول الجناة إخفاء جثته، لكن تحت إصرار الأسرة تسلمت الجثة وتم عرضها على الطبيب الشرعي، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض الشمساني للتعذيب الوحشي، وهو الأمر ذاته الذي كان سبباً في وفاته، لتتكشف بذلك محاولات إخفاء الجثة بعد تصفية الضحية جسدياً في سجون الموت السعودية. احنا طالبنا ابو عندنا الى المستشفى، انا قال لي تعزور ابني، انا ما اعرفكش ابني، من العذاب من كثره العذاب، من كثره الضرب، من كثره كل حاجه تعبدهم به، كله عبث كهرباء. خرجنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه لنرفع مظلوميتنا الى رئاسه الحكومه اليمنيه والسلطه السعوديه للتحقيق في قضيه اخونا الذي تم قتله وتصفيته في غرف غامضة لا نعرفها إلى حد اليوم. هنا حيث تدافع المئات من أبناء محافظته تعز للمشاركة في تشييع جثمانه بعد تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بالوقوف مع دم الشهيد المهدور ومخاطبة الجهات السعودية لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. دفن جثمان الملازم محمد الشمساني هنا في قرية مشرع وحدنان، حيث خيم الحزن على أسرة الضحية ومحبيه، فيما بات الجميع يتساءل عما إذا كانت قضيته ستدفن معه أم أنها ستأخذ منحا حقوقيا يكشف النقاب عن جرائم التعذيب والتصفية الجسدية اليمنيين في السجون السعودية، وصولا إلى الكشف عن سجل الجرائم المخفية التي لم تظهر بعد للعلن. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.